التنظيم نعى زعيمه وعين خليفة له. الجيش الأمريكي نسب العملية للجيش السوري الحر، والنظام حاول تبني القضاء على الزعيم. مقتل زعيم تنظيم الدولة في درعا. وزارة الدفاع الأمريكية ترفض العملية، والجيش التركي يواصل إرسال التعزيزات العسكرية واستهداف قسد. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقتل زعيم تنظيم الدولة المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي في عملية نفذها الجيش السوري الحر منتصف تشرين أول الماضي في محافظة درعا. المتحدث باسم القيادة المركزية جوبوتشينو قال إن مقتل أبي الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش، غير أنه لفت إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على المنطقة. الجيش الأمريكي، القيادة المركزية للجيش الأمريكي أصدرت بياناً واضحاً قالت فيه الجيش السوري الحر هو من قتل زعيم تنظيم الدولة، زعيم الدواعش في درعا. إعلام النظام سكت؟ لا، لا يسكت إعلام النظام. دخلت صحيفة الوطن، صحيفة الوطن ماذا قالت؟ قالت إن ذكرت بيان القيادة المركزية لكنها شطبت كلمة الحر، اكتفت بالجيش السوري، وخرجت لتكذب وتقول إن الأمريكان يقولون إن الجيش السوري هو من قتل زعيم تنظيم الدولة. هؤلاء يعني هذه صحيفة الوطن، على من تضحك؟ على قرائها. هذا هو النظام وأعلامه وجمهوره، شطبت كلمة كاملة الحر، أبقت الجيش السوري. يعني بهذه الطريقة قال الأمريكان، من يصدقكم؟ أبو الحسن الهاشمي القرشي هذا ثالث زعيم لتنظيم الدولة يقتل خلال سنتين. هذا كان معروف في درعا، اسمه أبو عبد الرحمن العراقي، معروف، لكن لا أحد يعرف أنه هو الزعيم. أو أبو عبد الرحمن الصلخدي أو أبو عبد الرحمن العراقي، كان له مزرعة هذا الرجل في العالية. العالية هذه غربي جاسم مباشرة، قرية غربي جاسم، هذه على مشارف الجولان السوري المحتل. العالية منطقة جميلة، كان له مزرعة، الرجل اشترى مزرعة وسكن بها وتزوج امرأة من أهالي جاسم. طبعا الناس لا تعرف من هو، يعني لا تعرف من هو بكل بساطة. تزوج امرأة من آل الصلخدي، وحتى هو كنى نفسه بأبو عبد الرحمن الصلخدي. الناس تعرفه أبو عبد الرحمن الصلخدي أو أبو عبد الرحمن العراقي. ليس هو فقط كان يعني متى تمت ملاحظة شأن وعلو كعب هذا الرجل؟
عندما بدأ الدواعش يتوافدون إلى جاسم، بدأوا على مدار سنة بدأوا يتوافدون إلى جاسم، بدأت عناصر تونسية تظهر في جاسم، توانسة من تونس، عناصر لبنانية بدأوا يظهرون فجأة في جاسم. خلال السنة الأخيرة هذه 2021 ظهروا فجأة هؤلاء، وتم رصد هؤلاء كلهم، الفصائل المحلية رصدت هؤلاء وعلاقتهم بأبو عبد الرحمن العراقي. واضح أبو عبد الرحمن العراقي كان هو زعيم كل هذه المجموعة، لكن لم يخطر في ذهن أحد أن هذا الشخص هو الزعيم داعش كلية في سوريا والعراق. تكاثر العناصر، تكاثر الدواعش، قيل 300 عنصر 400 عنصر، المهم وصل الأمر إلى حد أن هذا أبو عبد الرحمن العراقي أنشأ محكمة، أو أصبح للدواعش محكمة، والناس بدأت تعرف أن هؤلاء دواعش، وهو هذا أبو عبد الرحمن العراقي بدأ الناس والفصائل أيقنت أنه داعش. أنشأ محكمة هذا، وطبعا تحركاته أمام أعين النظام اللافت، يعني هذا صحيفة الوطن الموالية تقول لك والله النظام قتله، تحركاتهم أمام أعين النظام كانت لا شك في ذلك. متى بدأ الانتباه للخطر الشديد لهذا الرجل ومن معه؟ عندما أنشأ محكمة وبدأ يصدر أحكام بقتل عناصر سابقين في الجيش السوري الحر. لعل أهم العمليات التي نفذوها اقتحام مضافة قيادي في الجيش السوري الحر من جاسم، والرجل معروف من آل الحلقي، وحاول وفجر أحد قبل أن يفجر نفسه في المضافة تم قتله، لكن دخل بحزام ناسف. المحكمة هذه يرأسها أبو عبد الرحمن العراقي بدأت تصدر أحكام بقتل العناصر السابقين موجودين، طبعا هناك عناصر مسلحة موجودة يعني، ونظام يعرفهم ونظام يريد قتلهم عن طريق هؤلاء. هذا أبو عبد الرحمن العراقي وأتباعه بدأ فعلا بقتل الناس في جاسم. وسياسة داعش الحقيقة ليست فقط سياسة داعش، هذه سياسة قيادات النصرة كذلك الذين أتوا إلى سوريا. الجميع هؤلاء يحرصون على الزواج من المناطق التي يأتون إليها، المناطق المحلية، وفي هذه النقطة تحديدا حصلت كوارث. يعني الكثير من القيادات التي أتت أو العناصر الذين أتوا تزوجوا من سوريات في المنطقة التي أتوا إليها وتركوهن وتركوا الأولاد، يعني حصلت أشياء مآسي في هذا الجانب. المهم هذا كان متزوج امرأة، وهذه المرأة ما زالت موجودة في جاسم، الناس رفضت، وجهاء جاسم رفضوا تسليمها للنظام، ما زالت موجودة في جاسم، لا أعلم إن كان لديها أولاد، إن أنجب منها أم لا. عموما هو منذ سنة أو سنة ونصف يعني أتى وتزوج من هذه المرأة. رصدوا الجماعة في جاسم، وهو علم أنه يعني مقتول لا محالة، لأنه تم محاصرته هو واثنين نوابه ففجروا أنفسهم. الآن هنا تختلف الروايات، هناك من يقول أن الفصائل فخخت المنزل الذي دخل إليه، وهناك من يقول لا، هو فجر نفسه هو ونوابه، فجروا أنفسهم بالأحزمة الناسفة وذهبوا. داعش نعاه وقال لك قتل في ساحل الوغى، وقتل وهو يراغم أعداء الله. هذا بيان داعش، أعداء الله، من أعداء الله؟ أهل جاسم، هؤلاء أعداء الله. الحقيقة البعض يقول هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء النسخة الأخس من الخوارج. الخوارج حتى الأزارقة في أشدهم ما كانوا يقولون أقوال هؤلاء، ما كانوا يكذبون للقتل، وما كانوا يعني ما كانوا يكذبون للمصلحة ويقتلون للمصلحة. الأزارقة ما كان عندهم هذا الأمر، هؤلاء أتوا بالأمر من الاثني عشرية، مسألة كذب المصلحة وقتل المصلحة، النسخة الأخص من خوارج علي ومعاوية رضي الله عنهما. ذهب هذا أبو الحسن الهاشمي القرشي، الآن قال لك التنظيم عينا أبو الحسين القرشي، من أبي الحسن إلى أبي الحسين يا قلبي لا تحزن، وقال لك هاشمي قرشي. هو قتل زعيمهم الأول والأشهر أبو بكر البغدادي، قتل في إدلب، من ثم زعيمهم الثاني هذا في 2020 بعد شهور قتل زعيمهم الثاني أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، كذلك قتل قرب أطمة. الآن هذا الثالث أبو الحسن القرشي في جاسم،
عين الرابع أبو الحسين، كذلك أعلن عن قتل ماهر العقال قبل فترة. لم يكن الزعيم الثالث، هذا هو الزعيم الثالث أبو عبد الرحمن العراقي. أربعة من الزعامات لتنظيم داعش خلال سنتين، أيما إشارة على أن التنظيم تهلهل أمنيا. فعلا هو تم قتل معظم قيادات الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. هؤلاء الآن الموجودين على الأرض هم من بقايا الرعيل الأول، ونادروا الوجود هؤلاء، ويعتمد على تجنيد عناصر جديدة، لكن ليس لديهم لا دربة عسكرية ولا خبرة أمنية ولا من يحزنون. هذا التنظيم، هذه داعش التي كانت تسيطر ذات يوم على عشرات آلاف الكيلومترات المربعة بين سوريا والعراق، داعش هذه حكمت ملايين البشر، الملايين حكموا الملايين فعلا بين سوريا والعراق، تحكموا برقاب الناس وطبقوا أسوأ صورة يمكن تطبيقها عن الإسلام. لا يعني وعمالة هؤلاء وأصبحت واضحة، ليست تخفى على ذي عينين. الآن قسد مظلوم عبدي يقول لك والله يعني إذا هجمت تركيا قد يعود داعش للظهور. قد نشهد فجأة عودة لداعش في الحسكة ودير الزور ورقة، يعني بتسهيل من قسد، واضحة الأشياء، أصبحت واضحة. هذا هؤلاء هناك عناصر فعلا يؤمنون بفكر هذا تنظيم الدولة. يعني هذا الذي فجر نفسه شاب عمره 20 سنة، دخل على أبو عمر أبا زيد في درع البلد وفجر نفسه، قال دخل على مضافتي، قال السلام عليكم وفجر نفسه. هذا ممسوح العقل. عمره 20 سنة عندما انطلقت الثورة السورية، كان عمره 10 سنوات، أخذوه ومسحوا دماغه ليدخل ويفجر. قتل، استشهد مؤخرا أبو عمر أبا زيد رحمة الله عليه، أول من أمس يعني هو جرح ومن ثم استشهد، توفي متأثرا بجراحه التي سببها هذا الشاب الذي فجر نفسه. ما زال هناك ناس تؤمن، يعني هذا أبو عبد الرحمن العراقي فجر نفسه بالحزام الناس، نوابه فجروا أنفسهم بالحزام الناس. يقال أنه يعني متشظية الجثث متناثرة، عندما دخلوا على هذا المنزل وجدوا يعني أشلاء أكثر من جثة، فجروا أنفسهم. هم عرفوا أنهم محاصرين داخل منزل في جاسم، عرفوا، لم يسلموا أنفسهم. يعني أن يصل المرء إلى هذه المرحلة، لا لم يكن اشتباك، لكنهم يعلمون أنهم محاصرين، فجروا أنفسهم، لم يستسلموا. هناك 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 مغسولي أدمغة، يعني هناك. لكن التحكم المخابراتي بالتنظيم أصبح واضحا ولا يخفى على أحد. هذا الزعيم الجديد أبو الحسين الهاشمي القرشي ربما يقتل كذلك. يعني واضح التنظيم ذهبت لمعته وألمعيته ذهبت، لكن هل يمكن أن يعود؟ البعض يتوقع أن يعود داعش، وهو موجود أصلا الآن في شمال شرق سوريا، يعود ينفذ عمليات شديدة في الرصافة، في الرقة، في جنوب الرقة، وكذلك في غرب دير الزور ينفذ عمليات خاطفة، يضرب ويقتل ويتخفى في الصحراء. لكن مع الفارق لا يوجد قيادات يعتمد عليها التنظيم تحميه. وربما دخل التنظيم في مرحلة اللامركزية، يعني هذا الخليفة بالواجهة والتنظيم يعتمد، كل مجموعة تعتمد على قرار مستقل ذاتي وفقط. أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار معارضته لعملية عسكرية تركية جديدة شمال سوريا. عبر عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد. ميدانيا يواصل الجيش التركي استخدام مزيد من الأرتال العسكرية إلى الشمال السوري، تزامنا مع استهدافه مواقع ونقاط قوات سوريا الديمقراطية.
ما زالت واشنطن لها الكلمة العليا، ويدها هي العليا في شمال شرق سوريا وفي شمال غرب سوريا وعموم سوريا وعموم المنطقة. هذا ليس تضخيما للأمريكان وانبطاحية لواشنطن، لكن هذا هو الواقع. هذه واشنطن، هذه واشنطن. لوي دوستن يقول نحن لا نريد العملية، واضح الكلام. هذا مسؤول أمريكي، رأس الحربية الأمريكية، وزير الدفاع، يقول نحن لا نريد العملية. طيب جيد. هو الخلوصي أكار التقى بجيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، وقال الخلوصي أكار إن فعلا واشنطن طلبت منا ألا ننفذ العملية، لكننا طالبنا منها أو طلبنا منها الوفاء بتعهداتها، يعني التخلص من قسد وإبعاد قسد. عندما تقول واشنطن نحن نعارض العملية، هذا كلام واضح جدا، ليس كما يقول الروس والله هذا يزيد الأمور تعقيدا، أو الإيرانيين حسين أمير عبد اللهيان يقول لك والله هذا أمر يعني معقد. يتراجع الروس ويتراجع الإيرانيون، واشنطن باقية وقوية بعسكري واحد تفعل ما تشاء، والأتراك صاعدون والروس والإيرانيون نازلون. الآن يقول البعض أن التفاهم الأهم يجب أن يكون بين واشنطن وأنقرة. عندما تقول واشنطن لأنقرة لا تقومي بالعملية، البعض يسأل ما المقابل؟ لا يقوم الأتراك بالعملية. طيب ما المقابل؟ يريد الأتراك مقابل، لا بد من مقابل. والبعض يقول قطعا قصة منبج عين العرب تل رفعت ليست هذا المقابل الذي تطمح له أنقرة. سقف أنقرة أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. هذه سوف تكون لا شك منبج تل رفعت عين العرب في السياق هذه، لكن سقف أنقرة أعلى من ذلك. هناك مقابل إذا لا، ويعني الأتراك على قلبهم أحب من العسل على ما يبدو، أن يأخذوا ما يريدون دون عملية عسكرية. هذا جيد، نصر ومكاسب بدون أي خسارة، هذا جيد بالنسبة للرئيس التركي. ما المقابل الذي تطلبه أنقرة من واشنطن؟ البعض يقول ويرى أن أنقرة عندما رفعت سقف الاستهداف، عندما ضربت أبار النفط التي تسيطر عليها قسد، وعندما رفضت حلول موسكو، وعندما رفضت أيضا العروض الأمريكية، أنقرة تريد استغلال لحظة تفجير شارع الاستقلال، تريد استغلال هذه اللحظة التاريخية قبيل الانتخابات، وتريد أن تحرز نصرا مدويا أكبر من قصة منبج تل رفعت عين العرب، يصل إلى عمق مشروع أسد. ربما هذه مطامح أنقرة. ظهور جيمس جيفري الآن يشي بشيء، ربما يتفق الأمريكان والأتراك على شيء، لا أحد يعلم. أن تضرب أنقرة في عمق المناطق السورية حوالي دير الزور، وتضرب استراحة الوزير نفسها، هذه بجانب القوات الأمريكية ضربت المعسكر للقوات الخاصة لقسد، هذا يعني أن واشنطن موافقة على العملية، على العملية التركية، الضرب بهذه الطريقة. هل فقط واشنطن تريد تهدئة خاطر أنقرة، أم أن هذه الضربات في سياق التحضير لشيء أكبر يحضر بين واشنطن وأنقرة؟ لا أحد يعلم. الآن سوف يتخرص المتخرصون ويتنبأ المتنبئون، لكن ظهور جيمس جيفري فعلا هو ظهور لافت ولا يجب أن يمر مرور الكرام. البعض الآن يضع سقوف للعملية التركية، يعني هناك حد أدنى وهناك حد أعلى. الحد الأدنى هو قسد، هو منبج تل رفعت عين العرب، حد أدنى للعملية العسكرية. هناك حد أعلى، ضرب مشروع قسد كله، وهناك ما بين البينين، يعني مقدمة لتفتيت قسد. الآن إذا استخلصت الثورة السورية منبج تل رفعت عين العرب، هو مكسب عظيم لا شك في ذلك، ومقدمة مهمة أصلا لمزيد من الضغط على قسد. الآن البعض يقول لك يعني أنت تضغط على قسد ومن أجل أن يأتي النظام، يعني هذا السيناريو متخيل، لا أحد يقبل به، لا واشنطن تقبل به ولا أنقرة تقبل به، ولا النظام أصلا قادر على تطبيق هذا السيناريو، يعني غير ممكن تطبيق هذا السيناريو. وهذا والله أعلم يمكن أن يطبق، لا أحد يعلم، لكن يعني غير منطقي أن يملأ فراغ قسد النظام السوري، غير منطقي، ليس لديه القدرة النظام. من يملأ فراغ قسد هي تركيا، والفصائل الجيش الوطني، هذا يفترض أن يكون. إن لم يحدث هذا فهذه أكبر طعنة سوف يتلقاها السوريين في حياتهم،
إن لم يحدث أن تملأ الفراغ تركيا وفصائل الجيش الوطني. إذا ملأه النظام يعني السوريون تلقوا طعنات مختلف ألوانها وشكلها وطعمها، لكن هذه هي الأقصى، هذه الطعنة النجلة. يعني لا أعلم، البعض يقول استحالة أن يحدث هذا السيناريو. أنقرة عينها على أن هي تملأ الفراغ، من مصلحتها هي أنقرة أن تملأ الفراغ للنظام. وقولها أن لموسكو أن تأتي بالنظام هو على سبيل المحاججة والمناكفة. النظام غير قادر على هذا الفعل من أصله، غير قادر، ولا أحد يعلم. هذه سوريا أم العجائب، كيف تنقلب فيها الموازين؟ لا أحد يعلم، حتى الدول نفسها لا تعلم. سوريا الدول تعمل بها على مبدأ اليوم بيوم في غالب الظن، يعني الأشياء صعبة. سواء كان الحد الأدنى وصولا للحد الأعلى، هذا مكسب جيد، مكسب جيد للثورة السورية ومكسب جيد للرئيس التركي لا شك قبيل الانتخابات. الآن الأيام القادمة هي سوف تكشف لماذا جلس وعلى ماذا اتفق جيمس جيفري مع خلوصي أكار، على ماذا؟ الأيام القادمة سوف تكشف هذا الأمر. ويعني قسد تضيق عليها، تضيق عليها الأيام، تضيق تضيق كثيرا. تركيا تراهن على المجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني الكردي كذلك تراهن عليه واشنطن. واشنطن أصلا حاولت أن تقنع قسد بالحوار مع المجلس الوطني الكردي. المجلس الوطني الكردي فصيل ثوري سوري، يعني له احترام الجميع، ينال احترام الجميع، له علاقات طيبة مع الدولة التركية، له علاقات طيبة مع واشنطن، وكذلك المجلس الوطني الكردي له قطيعة مع البيكيكي، يعتبر أن هؤلاء عناصر إرهابيون. الآن التحضير لأمر المجلس الوطني الكردي، البعض يقول هذا أمر جيد إن حدث، وأن أصبحت الواجهة المجلس الوطني الكردي، هذا أمر في منتهى الكياسة إن تم الوصول إلى هذا الأمر. تختلف الأيام وتختلف الموازين في سوريا. هذه سوريا كل يوم لها شأن، وكل يوم على حال. بالانتظار، والجميع ينتظر على ماذا اتفق جيمس جيفري مع الدولة التركية. هذا إذا حدث اتفاق، والراجح أنه يمكن، يعني أنه حدث شيء ما. لحد القادم بإذن الله، 9 مساء من توقيت دمشق، ما تبقى جديد. شكرا لله.